بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في هذا المؤتمر الإعلامي 71 والذي تعقده وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 10 من شهر شوال لسنة 1441 هجرية الموافق 2 من شهر يونيو لسنة 2020. قسم مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة والتابع لقطاع الصحة العامة في دولة الكويت من الأقسام الحيوية والفعالة جداً، ومن الأقسام التي لها دور فعال طوال العام لا سيما مع ظهور جائحة كوفيد-19، كان له دور في رسم السياسات ووضع التوصيات والبروتوكولات التي ترتكز على الأسس العلمية والوقائية والطبية. نسعد اليوم بوجود الدكتور مصعب الصالح رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة في دولة الكويت. حياك الله دكتور مصعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، الحقيقة في هذا اليوم إحنا نحرص على إعطاء بعض الرسائل الهامة التي يجب أن تصل للجميع. من أهمها ما كنا نسمعه كثير هو كيفية أو آلية اتخاذ القرارات اللي خاصة في وزارة الصحة. وهني نحب نوضح أن هذا الأمر يبدأ بجمع المعلومات ثم القيام بتحليلها وتقييمها وحساب المؤشرات، ثم بعد ذلك نحن نقوم بالتحليل للوضع الصحي لهذه المؤشرات، وبناء على ذلك تجتمع كل قطاع مختص يجتمع ويناقش مؤشراته، ثم تجتمع بعد ذلك جميع القطاعات لوضع رؤية مبدئية موحدة لترفع بعد ذلك لقيادات الوزارة للوصول إلى القرار النهائي. طبعا هذه الأمور تمشي بأسلوب علمي وليس بأسلوب غير علمي، هناك مختصين في كل هذه المراحل من شتى القطاعات يقومون باتخاذ هذه التحليلات حتى يصلوا لهذه المؤشرات التي تساهم في هذه العملية. طبعا يجب أن نوضح أن كل القرارات التي تؤخذ بوزارة الصحة هي في الواقع مبنية أساساً على الوضع الصحي والمؤشرات الصحية أياً كانت، وهذا الوضع الصحي سواء كان داخل الكويت أو خارج الكويت. فنحن نهتم حالياً بالوضع الصحي طبعاً داخل الكويت بسبب توقف إجراءات السفر، لكن في المراحل الأولى كان هناك دور للوضع الخارجي في الوضع الصحي الخارجي على إجراءاتنا في دولة الكويت. طبعا أيضا نريد أن نوضح بأن كل شخص الحقيقة له دور في تحديد مسار الإجراءات والقرارات المتأخرة، فإذا كان هناك التزام كبير بهذه الاشتراطات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات الأخرى استطعنا أن نخفف الإجراءات ونصل إلى تخفيف على سبيل المثال حظر التجول من 24 ساعة إلى 12 ساعة. بينما إذا كان هناك تراخي في تطبيق هذه الاشتراطات والإرشادات للأسف نضطر إلى تمديدها إلى 24 ساعة كما حصل في الحظر الشامل سابقا. وبالتالي دورك أنت كمواطن أو كمقيم مهم جدا بصورة غير مباشرة في تحديد مسار هذه الإجراءات والقرارات الصادرة. نحب نوضح حاليا لا يوجد تطعيم مع الأسف الشديد في الوقت الحالي، ويمكن في خلال الأسابيع القادمة أو الأشهر القليلة القادمة. كذلك علاج دوائي نوعي محدد ثابت لمكافحة أو علاج هذا المرض، هناك بعض العلاجات لكنها ليست قطعية كما هو المثال بالمضادات الحيوية. ونجد أن في النهاية العامل الأساسي هو الالتزام بالاشتراطات وتطبيق الالتزام بالإرشادات وتطبيق الاشتراطات، وهو العامل الأساسي، وهو كما أحب أن أقول العلاج الحالي لوضعنا سواء في دولة الكويت أو بقية الدول. طبعاً
الالتزام بالإجراءات كما تعرفون، اللي هو الالتزام بإجراءات الحجر والعزل والتباعد والكمام والنظافة والتطهير والمراقبة الذاتية لصحتك والمبادرة عند الاشتباه أو ظهور أعراض للذهاب إلى الجهات المختصة للتقييم. كذلك نحب نوضح بأن كما تصلنا استفسارات لماذا هناك اختلاف في الإجراءات. على سبيل المثال يقولون أن عزل الحالات في المنزل 10 أيام، بينما عزل المخالط أو حجرة في المنزل 14 يوم. هذا في الواقع مبني على أسس علمية وملاحظات علمية. فعلى سبيل المثال نجد أن حجر المخالط مبني على فترة الحضانة التي تتراوح عند 14 يوم، بينما نجد إجراءات عزل المريض مبنية على فترة العدوى التي تمتد بعد ظهور الأعراض لمدة 10 أيام. فهي أسس علمية وليست قرارات عشوائية. كذلك نحب نشير إلى موضوع الفحص. الفحص المخبري، كثير من الناس يقول أنا ما فيني شيء بس أريد أن أفحص وأطمئن. نحن نقول إن هناك هدف أساسي لهذا الفحص، هو اكتشاف الحالات ثم عزلها في المستشفى أو المنزل، ثم تتبع المخالطين وتطبيق الإرشادات والاشتراطات والحجر عليهم. وبالتالي نحب نشير إلى وضع الفحص المخبري. الفحص المخبري يجب أن نعرف أنه يستخدم للتشخيص وكمؤشر للشفاء وكمؤشر لإنهاء الحجر، لكن يجب الانتباه أن هذا الفحص المخبري راح يكون مؤشر لعدم الإصابة لحظة أخذ المسحة، ولا يعتبر شهادة خلو من المرض، كما لا يمكن الاستعاضة عنه بأشياء أخرى، اللي هو نعتمد على الأعراض والفحص السريري وبعض الفحوصات الطبية ونحدد، أو فترة الحجر أو العزل. وبالتالي نجد أن الإرشادات والاشتراطات لها ثقل وأهمية أكبر من الفحص المخبري الذي تطلبه كثير من الجهات. أحب أقول أن المكافحة لهذا المرض هي مسؤولية مشتركة بين جميع قطاعات الدولة، سواء كانت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المساندة، سواء كانت المؤسسات التي ليس لها علاقة مباشرة في مكافحة المرض كالمؤسسات القطاع الخاص وخلافه، والأفراد في المجتمع. ويجب أن نؤكد على دور الأفراد في المجتمع، والحقيقة دور الفرد ليس في المجتمع فقط، إنما أيضا موجود في المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية، فدور داخل المؤسسة وفي المجتمع هام جدا، وهو اللي يؤدي في النهاية إلى السيطرة على هذا المرض. ورسالتي الأخيرة أو رسائلي الأخيرة لكم هي أن التقيد بالاشتراطات مطلوب، الالتزام بالإرشادات مطلوب، وتجنب الشائعات هذا شيء مهم، وأن دورك أساسي في مكافحة المرض. كما قلنا كفرد، فالسلوك الفردي مهم، سواء في المجتمع، في المؤسسة، في المنزل، في العمل، يجب أن نقوم بهذا. ونقول في النهاية أن كثير من الدول نجحت في تطبيق الإرشادات والاشتراطات بنجاح باهر، وسيطرت على الوضع بهذا الإجراء، وهو السلوك الفردي أينما كان. جزاكم الله خير، وحفظ الله الكويت ومن عليها من كل مكروه، والسلام عليكم. خالص الشكر للدكتور مصعب الصالح على هذه المعلومات القيمة وعلى هذا العرض الرائع. ننتقل الآن لآخر إحصائية الحالات التي شفيت من بعد الإصابة بمرض كوفيد-19، والحالات التي غادرت مراكز الحجر الصحي المؤسسي، بالإضافة إلى المساحات والإصابات وغيرها، حول ما استجد من تطورات للفيروس في دولة الكويت. بلغ عدد الحالات التي شفيت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1382 حالة، ليصل المجموع الكلي للحالات
التي شفيت في دولة الكويت منذ بداية ظهور الفيروس وحتى اليوم 14,281 حالة، أي بما يشكل نسبة 49.8% من مجموع الإصابات الكلية في دولة الكويت. والنسبة ارتفعت ولله الحمد عن الأمس بعدما كانت 46.4%. بالنسبة للحالات التي غادرت مراكز الحجر الصحي المؤسسي واستكملت كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لذلك، بلغ عددها خلال 24 ساعة الماضية 499 حالة، منها 30 حالة لمواطنين كويتيين و469 حالة لإخواننا المقيمين. وفيما يخص المساحات، فقد بلغ عدد المساحات التي جرى أخذها خلال 24 ساعة الأخيرة 3,325 مسحة، في حين وصل عدد الفحوصات المخبرية ككل 300,351. هذا كان بالنسبة للمساحات والحجر وحالات الشفاء. ننتقل الآن إلى حالات الإصابة، ففي 24 ساعة الأخيرة ثبتت وتأكدت إصابة عدد 887 حالة بفيروس كورونا سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19. من المهم جدا تحقيق وتطبيق التوصيات الصحية ووسائل الوقاية الشخصية، والتي من شأنها الحد من تضاعف أعداد الإصابات. وكثير من النصائح والتوصيات يجب يعني النظر إليها بجدية، وأن تكون منهجا يستمر معنا، وتطبيقها اليوم لا يكون مبررا لتركها غدا، فالأصل فيها المداومة والالتزام، وهذا ما تقتضيه طبيعة يعني التعامل مع المرض الذي نتعامل معه اليوم، كونه من الأمراض المعدية. عند تحقيق اشتراطات التباعد تقل نسبة احتمالية نقل العدوى من الأشخاص الذين نخالطهم حتى وإن لم تبدو عليهم أي أعراض. لذلك يجب إعادة هندسة وتصميم أماكن العمل والأماكن العامة حتى تستوعب تطبيق هذا المبدأ، مبدأ التباعد البدني، وحتى تكون الأرضية مهيئة ومساعدة لكل منا، حتى ننقل هذا المفهوم لواقع عملي. في أماكن العمل من الضروري جدا ألا تقل المسافة بين العاملين عن مترين، فيما يعادل 10 متر مربع لكل شخص، وبغرف تتوفر فيها التهوية الجيدة بشكل كافي. كذلك في الممرات، فمن المهم جدا تحقيق التباعد خلال المشي والتنقل من مكان إلى آخر وبالمسافة ذاتها، وهي ألا تقل عن 2 متر. من الضروري كذلك عدم التجمع في أماكن الاستراحات، وتجنب الأكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها، على أن يكون تناول الطعام بشكل فردي وباستخدام الأواني والأدوات ذات الاستخدام الواحد، أو أواني خاصة لكل شخص على حدة. تطبيق التباعد حقيقة ليس بالأمر السهل، وإنما هو بحاجة لتدريب واعتياد على الأمر. كذلك الحال بالنسبة لارتداء وخلع وسائل الوقاية الشخصية مثل الكمام، ولكن مع الممارسة سيكون هذا الأمر أمر روتيني اعتيادي يسهل تطبيقه مع الأيام وفي كل يوم وفي كل مكان. نرجع لإحصائيات، لم تتبين هناك أي إصابة مرتبطة بالسفر. حالات الإصابة التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية هي حالات مخالطة لحالات أصيبت بمرض كوفيد 19، وحالات يجرى التوصل لمصدر العدوى وفحص المخالطين لهم. ومن ضمن الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية
سجلت 314 حالة لمواطنين كويتيين و201 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و115 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و96 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى. أما عن معدل رصد الحالات وانتشارها على مستوى المناطق الصحية في دولة الكويت فقد تم رصد 300 حالة في منطقة الفروادية الصحية و216 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و173 حالة في منطقة الجهراء الصحية و117 حالة في منطقة حولي الصحية. أما عن منطقة العاصمة الصحية فقد تم رصد 81 حالة. ننتقل الآن للمناطق السكنية وحول أبرز المناطق التي سجل فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم تسجيل 76 حالة في منطقة جليب الشيوخ و74 حالة في منطقة الفروانية و42 حالة في منطقة خيطان، كل ذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، و39 حالة في منطقة العبدلي و38 حالة في منطقة المنقف و36 حالة في منطقة الواحة. هذه كانت أبرز المناطق التي سجل فيها أكبر عدد الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية. بعد إضافة الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت 28,649 حالة. أما فيما يخص غرف العناية المركزة فقد بلغ عدد الحالات التي استدعت الرعاية الطبية اللازمة في غرف العناية المركزة 187 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف 2، حيث كان كوفيد 19 السبب الرئيسي للوفاة. نسأل الله لهم وللجميع الرحمة والغفران. مما سبق يتبين لنا المجموع الكلي للعدد المتبقي للحالات المصابة بمرض كوفيد 19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة عبر المؤسسات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة 14,142 حالة. نلاحظ مرة أخرى اليوم كذلك ينخفض العدد الكلي للحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فبالأمس كان العدد 14,643 حالة وانخفض اليوم بواقع 501 حالة، ولله الحمد ليصبح 14,142 حالة. شكرا جزيلا لكم وخالص الأمنيات بالسلامة والشفاء، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.